وبنكمل استعداداتنا لرحلة الحج. وكتير من الاستفسارات بتجيلنا عن موضوع التطعيمات اللي بناخدها قبل السفر، يا ترى هل هي فعلا آمنة؟ يا ترى لازم منها ولا مش لازم ناخدها؟ ويا ترى هي أصلا فايدتها إيه؟ خلينا نجاوب مع بعض على الأسئلة دي. رقم واحد، بالفعل التطعيمات مضمونة 100% وآمنة تماما، لأنه التكوين والتركيب بتاعها مفيش فيه أي خطورة، ولا على أعمار معينة ولا على أصحاب أمراض معينة، فهو بالنسبة لنا آمن من غير أي قلق ولا خوف. بناخده ليه؟ عشان يقينا من الأمراض اللي ممكن تنتقل عن طريق التنفس. تخيل حضرتك معايا، إحنا بنتجمع مع 3 مليون من آدم جايين من كل فج عميق، ممكن يبقى واحد منهم أو اتنين أو 10 أو غيرهم حاملين لبعض الأمراض بيخرج مع الرذاذ بتاع النفس بتاعهم. إحنا لما بناخد التطعيم ده بيحميني من المرض، الفيروس أو البكتيريا اللي ممكن تنتقل ليا عن طريق التنفس. التطعيمات اللي احنا بناخدها بتقينا من شر الانفلونزا وبتقينا من شر التهاب السحائي، وده مرض خطير قد يصل الى انه يبقى قاتل، لانه بيعمل التهاب حوالين المخ او في انسجة المخ نفسها. ناخد التطعيمات ما نخافش منها تماما، امنة 100%، وان شاء الله رب العالمين نروح نرجع بألف سلامة وحج مبرور وذنب مغفور.